الشاشة كده واصلة لكم يا جماعة؟ تمام. طب احنا هنشتغل النهاردة بقى موضوع روت لوكس، بعد كده في موضوع فريكونسي ريسبونس اناليسيس. نشوف الاول الروت لوكس نقصد بيه ايه. احنا لو عندنا سنجل انبوت سنجل اوتبوت كنترول سيستم بالشكل اللي انت شايفه ده، البروسيس اوجمنتد بروسيس موديل جي بي اوف اس، ده الفيدباك ترانسفير فانكشن اتش اوف اس، وهنا هنتكلم على بروبورشنال كنترولر. تمام. الجي بي اوف اس طبعا جيفن والاتش اوف اس، وناخد مثال توضيحي. لو الجي بي اوف اس بتساوي 1 على اس في اس بلس اي، حيث دي جيفن، يعني اي دي جيفن بارامتر، والاتش اوف اس بتساوي 1. نعمل ريدكشن للكلوز لوب اللي هو جي على 1 بلس جي اتش، لان ده نيجاتيف فيدباك. يبقى في النهايه كلوز لوب ترانسفير فانكشن هي النيوميريتور over denominator. هنلاقي ان لو عملت الريدكشن ده بالنسبة للمثال ده، هتلاقي denominator هو يعني second order polynomial، لا characteristic polynomial s square plus s plus k يساوي صفر. الايه احنا بنقول انها given، فهتلاقي هنا. طيب احنا بنتكلم هنا عن the roots of the characteristic polynomial اللي هي الـ poles of the system. هيكون في عندنا 2 poles ولا لأ؟ هيكون في عندنا 2 poles. أماكنهم فين؟ لو وقعنا الـ poles دي في الـ S plane، أماكنهم هيعتمد على الـ K، صح؟ فهنا مثال بسيط، فإحنا عارفين إن الـ 2 poles هيكونوا طبقًا للقانون اللي هو أنتوا عارفينه ده، هيكون في النهاية عند minus A على 2 plus or minus إجازة تربيعي لـ A على 2، كل ده تربيع ماينس كي. طيب احنا عايزين بقى نشوف التو روتس او التو بولز يعني اوف ذا سيستم بيتحركوا ازاي في الاس بلين مع تغيير البروبورشنال بين اوف ذا كنترولر، بس موستلي من زيرو الى ما لا نهايه. تمام. فاحنا ناخد مثلا ان لما الكي تكون بصفر، الكي تكون بصفر مواقع البولز هتكون فين؟ حتى لو رجعنا الاصل الايكويشن الكي بصفر ناخد اس مشترك، هيبقى في عندنا 2 بولز عند 0 عند ماينس اي، او هنحط هنا عند 0 وعند ماينس اي في الاس بلين. اهو يبقى اذا ال 2 بولز دول لما تكون كي بتساوي صفر. طيب تعالى نتكلم ان كي بتساوي 0.1 مثلا، كي بتساوي 0.1، حد يقول كده مواقع التو بولز هيكونوا فين؟ خلي بالك هنا الكي لما تكون اقل من ايه على 2 تربيع، اقل، فيبقى اذا تحت الروت هنا بوزيتيف فاليو، ويبقى تو روتس ار ريال عند ان ايكوال، صح ولا لا؟ فانا هستبق هنا ان كي بتساوي ايه على 2 تربيع، صح ولا؟ يعني هنقول ان كي بتساوي ايه على 2 تربيع، فاللي تحت الجذر ده ايه؟ هيكون بصفر، صح؟ ويبقى التو روتس هيكونوا ريبيتد روتس ريال عند ماينس ايه على 2، يعني ماينس ايه على 2 ايه؟ هيبقى فيه تو روتس منطبقين على بعض. طيب الكي بقى من صفر لغايه ايه على 2 تربيع، يبقى تو روتس ار ريال اند ان ايكوال. عشان كده لو قلت لك حط لي كي ب 0.1 مثلا على سبيل المثال يعني، فهتلاقي الروت ده اصبح هنا والروت اصبح هنا. طيب الكي بتزيد شويه، الروت ده اصبح هنا والروت ده اصبح هنا. أول ما كي توصل لـ A على 2 تربيع، التو روتس هينطبقوا على بعض، هيتقابلوا هنا. لما كي بتبدأ تزيد عن A على 2 تربيع، هيبدأ إن التو روتس يكون ليهم نفس الريال بارت اللي هو ماينس A على 2، ويبقى فيه ريال بارت، يبقى فيه إيماجري بارت مرة بلس ومرة ماينس، وهكذا. أول ما كي تبدأ تزيد عن A على 2 تربيع وتزيد بقى وتبدأ عن القيم بتاعتها، تلاقي الروت يعني اصبح عندنا تو كومبلكس روتس كونجيت
بس اليوم نفس الريال بارت اللي هو ماينس يعني. فكما لو كان روت الاولاني ده اللي بدا عند كيف زيرو بيتحرك كده وينزل تحت مثلا، والروت الثاني او البول الثاني اللي بدا هنا بيتحرك هنا وبيتحرك كده صح؟ يبقى في كم مسار هنا عندنا؟ حد يقول في كم مسار للبولز؟ مسارين صح؟ هذا المسار باللون الاسود ده، وهذا المسار اللي هو باللون الاخر ده. فاذا هنا احنا بنتكلم عن روت لوساي، هو العنوان روت لوكس، باعتبار ان احنا لو اخذنا روت واحد هيكون ليه مسار، لكن المفروض يكون طبعا العنوان روت لوساي باعتبار ان احنا عندنا ان روتس اللي هي الان بولز باعتبار السيستم يعني من الاوردر ان. فاذا احنا هنا الحقيقه في الموضوع ده بندرس ان احنا نشوف ازاي البولز بتتحرك مع تغير البروبورشنال كنترولر جين. طب لو هستفيد منها ايه هقول حال، بس لو هنتكلم بقى عن ان انا عندي جي بي اوف اس واتش اوف اس يعني اعقد شويه من المثال ده، وبرضو عندي بروبورشنال كنترولر وعايز اشوف الروت لوساي شكلها ازاي، فاحنا برضو هنعمل ريدكشن ونجيب الدينومينيتور يعني يطلع زي ما يطلع. مثلا لو سيستم اوفرول كان الاوردر بتاعه ان، فيبقى ده شكل الايه كاركترستيك بولينوميال زي ما شفنا في راوت سنسوت كده، اي نوت اس اس ان بلس حاجه اس اس ان ماينس 1 وهكذا لغايه الفري كوفيشن. في الحاله العامه هتلاقي الكوفيشن دي كلها فانكشن اوف كي ولا لا؟ يعني ممكن اي نوت ما يبقاش فانكشن اوف كي مثلا، اي 1 ممكن ما يبقاش لكن في الحاله العامه بنقول ان كل البارامترز دي هتكون فانكشن اوف اي اوف كي. ف فور ايتش كي هيبقى في عندنا سيرتن كاركترستيك بولينوميال نطلع منها ان روتس ولا لا او ان بولز. فور ايتش كي يوجد سيت اوف بولز تعتمد على كي طبعا. بول ليه مسار، فنعملها ازاي الشغلانه دي؟ ده عايزين نشوف شكل البولز، شكل البولز يعني مساراتها ازاي مع الكي. ليه؟ اولا استباقا برضو اهميه الموضوع ده، احنا عندنا الشكل ده، الشكل اللي انت شايفه ده، لو انا عندي كومبلكس بولز ويكونوا دوميننت مثلا، يعني السيستم اللي انا موضح البولز بتاعته دي ثيرد اوردر، سيبك من البول اللي هنا ده باعتباره نون دوميننت، ونعتبر السيستم سكند اوردر مثلا باعتبار ان دول دوميننت بولز. هل مواقع البولز، حد يقول لي بقى، هل مواقع البولز في الاس بلين تعبر عن التايم ريسبونس كاركترستكس؟ هنا بتعبر اللي هي كريتيك اسمه اندر دامج. اولا ده بادئ زبده صح، ثانيا يعني نقدر من خلال مواقع البولز نحدد ذا تايم ريسبونس سبيكس ولا اقدر ليه ازاي؟ يعني مثلا الايماجيني اكسس ده بيعبر عن الاوميجا دي. يعني انت من مواقع البولز نقدر نحدد الايتا والاوميجا ان صح؟ لان الجزء ده كان عباره عن اوميجا ان جذر 1 ناقص التربيع، والجزء ده كان ايتا اوميجا ان كان تيود يعني هو في نيجاتيف في الليفت هاند سايد يعني، وبالتالي الزاويه دي كانت فاي اياها اللي احنا اتفقنا ان هي 10 ماينس 1 جذر دوت على ايتا صح؟ والدياجونال ده يكون جذر تربيع ده تربيع زائد ده تربيع يدينا اوميجا ان. بالتالي لو انت اديتني مواقع البولز اقدر احدد ايتا واوميجا ان، اللي منهم لما بنعوض في الفورمولي اللي احنا حصلنا عليها نقدر نحدد الماكسيمم اوفر شوتنج برسنتج بكام، والسيتلنج تايم والرايز تايم والتايم سبيكس صح ولا لا. فاذا مواقع البولز هنا هتكون معبره عن بشكل غير مباشر يعني عن التايم ريسبونس سبيكس، وبالتالي احنا هنكون الروت لوساي الحقيقه دي وسيله من وسائل الديزاين اوف بروبورشنال كنترولر برضه زي ما هنشوف. بس هو ازاي احنا نرسم الروت لوساي؟
يعني for any system الاوردر بتاعه n. هي دي كانت سهله شويه عشان كان يعني الكاركترستيك بولينوميال سكند اوردر وفي تو روتس وبس يعني، فدي كانت بسيطه ان احنا نتصور. لكن for n اوردر سيستم ان احنا نرسم الروت لوساي دي عمليه معقده جدا، وكنا ناخد زمان فيها محاضرتين مثلا او لقاءين عشان نقدر جاست نعمل سكتش مش اكزاكت دروينج. هو في الاساس المفروض الروت لوساي تترسم في الثلاث ابعاد زي ما انا بشاورك على الرسمه دي، لان الاس بلين نفسه هو تو دايمنشنال اس بلين اللي هو سيجما وجي اوميجا، صح؟ سيجما اكسس وجي اوميجا اكسس. طب المفروض هيبقى في اكسس ثالث ثيرد اكسس خاص بايه؟ خاص بالبروبورشنال جين كي اللي هو بيتغير من زيرو لما لا نهايه. ونقدر احنا نرسم الروت لوساي نيوميريكالي مش بشكل كونتينوس، يعني بشكل ابروكسيميت، ان احنا ندخل في فور لوب من كي مثلا تساوي زيرو لمية ألف او قيمه كبيره جدا لمليون براحتك يعني، ونمشي بستيب صغيره for each value في الفور لوب دوت concerning k نعوض في البارامترز دي نقدر نجيب الايه، نقدر نجيب البولينوميال لا كاركترستيك بولينوميال، ونقدر عن طريق روتس فانكشن بالماتلاب نقدر نحصل على الروتس نوقعها فين؟ نوقعها في الاس بلين اللي هو سيجما جي اوميجا بلين، اللي هو البلين اللي هو عند الكي اللي احنا واقفين عندها. يعني لما كي تساوي صفر يبقى انا واقع في البلين اللي هو ايه اللي احنا شايفينه ده، ونقدر نوقع البولز كنقاط. يعني سي دلوقتي مش هنوقعها از اكس، يعني نوقعها از بيكسلز او بوينت يعني. طيب لما كي بتساوي 0.01 يبقى كان في بلين موازي للبلين ده، صح؟ عند كي بتساوي 0.01 ونحسب برضو مجموعه البولز او روتس ونوقعها كنقط. ندخل في كي بتساوي 0.02 برضو كان عندنا بلين، صح؟ موازي ده ونوقعها كنقاط وهكذا. وكل روت بنوصله او هو هنلاقيه متلاصق يعني بشكل طبيعي لان احنا واخدين الستيب صغيره قوي، فهتلاقي ان اللي اترسم فعلا هو الروت لوساي. تمام، بس مشكلة الطريقة دي حد يقول لي مشكلة الطريقة دي ايه؟ ان هي هتكون unreadable، يعني ما هتكون متداخلة في يعني، لان الثلاث ابعاد في النهاية بيتم توقيعهم على الشاشة في بعدين، فهتكون متداخلة ومش هتكون واضحة. حتى لو وقعت كل بول بلون as a point او as a pixel هتكون ايه متداخله ومش واضحه. فاحنا عايزين برضو نرسم الروت لوساي في تو دايمنشنال بلين وهو الاس بلين اللي هو سيجما جي اوميجا بلين. طب احنا عندنا مثال نقدر نتصوره، يعني اللي انا كاتبه ده او اللي انا حاطه ده عندك. لو انا عندي فاريبل اكس فانكشن اوف تايم اف 1 وواي فانكشن 2 اوف تايم، يبقى مع التايم اقدر ارسم اكس اس فانكشن اوف تايم، مع التايم اقدر ارسم واي اس فانكشن اوف تايم. هل نقدر العلاقه ديت نعبر عنها في اكس واي بلين؟ يبقى في اكسس لاكس واكسس لواي. ليه بقى؟ لان احنا يعني عند كل تايم بوينت انت عندك اكس اي، عند تي اي يعني عندك اكس اي وواي اي، يبقى انت في الاكس واي بلين هتحط اكس اي واي اي. بس ده بقى معناه ان عند النقطه اكس اي واي اي implicitly it corresponds to a certain time تي اي ولا لا؟ يبقى التايم هنا hidden information بس هي موجوده، صح ولا لا؟ يبقى عند كل نقطه هنا it corresponds to a certain corresponding time value، صح ولا لا؟ فممكن عادي نتصور دي. فبرضه نفس الكلام احنا الحقيقه هنرسم ايه؟ هنرسم الروت لوساي في الاس بلين اللي هو سيجما جي اوميجا بلين.
بحيث ان عند كل نقطه it corresponds to ايه بقى؟ حد يقول لي it corresponds to certain k certain gain صح؟ فاحنا برضو ممكن نقسمها numerically بالكود اللي مكتوب عندك ده، حتى لو كان سودو كود او مفهوم اهو، هو اوريدي بالكود بتاع ماتلاب ما فيش مشكله. فاحنا بنشتغل 4k بتساوي مثلا 0 ل 100000 قيمه كبيره وستيب صغيره ريليتيفلي 0.01 مثلا. طيب احنا عندنا الشكل ده بتاع كاركترستيك بولينوم، وكل بارامتر فانكشن في الكي في الحل العام. فانا لما اقعد بالكي اللي احنا واقفين عندها في الاي نوت لغايه اي ان، هقدر ان انا ارص او يعني احط الايز ديت كلها في شكل رو فيكتور، وزي ما كنا نوهنا قبل كده ده يعبر عن البولينوميال اللي هي كاركترستيك بولينوم. كنا استدعي فانكشن روتس وبصلها البي، دي بتدينا الايه الروتس فعلا R. الروتس دي طبعا جايز شويه منهم يكونوا ريال شويه كومبلكس يطلعوا زي ما يطلعوا. انا هستدعي فانكشن، هعتبر ان في فانكشن اسمها درو R هي اللي بتوقع للروتس as points واخد بالك. اند معناها ان انا ايه بدخل على الكي اللي بعدها وهكذا. فهنجد في الحاله ديت ان الروت له ساي بيترسمه ايه بيترسمه اوتوماتيكالي يعني، على اساس ان قد دي جنب بعض جدا، فبيبدو انها كونتينيوس. فانا مثلا لو عندي ثيرد اوردر سيستم ممكن نلاقي الشكل بالمنظر ده، ان الثلاثه روتس اللي انا بشاور عليهم دول او ثلاثه بولز لما تكون كي بتساوي صفر. طب كي ب 0.01 نلاقي مجموعه روتس ثانيين مثلا هنا وهنا، طبعا لازم يكونوا ميرور ايمج او كونجيجيت، وهنا وهكذا. فتلاقي الروت ده او البول ده مساره كده وده مساره كده، لازم يبقى فيه ميرور ايمجينج حوالين سيجما عشان خاطر لازم يكونوا كونجكت طبعا. والروت الثالث مساره هو ده، خد بالك ده وارد يكون الشكل ايه الشكل ده، يطلع زي ما يطلع. احنا الحقيقه بقى عندنا فانكشن جاهزه في الماتلاب اسمها ايه، اسمها R locus. الفانكشن ديت هي الحقيقة يعني اللي عملوها كإنجينيرز زينا أكيد بيطبقوا الألجوريزم ده، يعني أكيد بيطبقوا الألجوريزم ده، بس هي جاهزة ونقدر إن احنا نستفيد منها ونستدعيها. طيب اللي عملها بقى اللي عمل R locus دي قال لك أنا هستقبل معلومات عن الإيه او داتا، هستقبل داتا تخص السيستم اللي انت عايز ترسم الروت لوكاس بتاعه، والريزلت بتاع الفانكشن دي هي البلوتينج اوف روت لوكاس فعلا او روت لوساي. طب برضو اللي عملها قال لك ايه، احنا في الاساس عندنا الشكل ده صح ولا لا؟ الشكل ده هو الاساس عندنا. فالار لوكاس فانكشن بتستقبل الجي بي اوف اس مضروبه في الاتش اوف اس، وهو بيتصور الشكل ده وبيرسم الروت لوكس للكلوز لوب سيستم از ايه از اوفرول فانكشن في الايه في البروبورشنال جين كي، وهو بيتغير من زيرو لما لا نهايه. فعشان كده انا حتى كاتب لك ايه جي بي اوف اس اتش اوف اس يعني از ايه از اوبجكت نيم، ان هو يعني معبر برضو عن مش اي اسم يعني، أو ممكن طبعا تختار اي اسم، بس انا حبيت جي بي اوف اس اتش اوف اس عشان يبقى ايه بنفتكر ايه هي الحاجه تو بي باسد يعني. فانا ممكن استخدم تي اف ترانسفير فانكشن وباصلها نيوميريتور ودينومينيتور بالنسبه للجي بي اوف اس مضروب في اتش اوف اس، وممكن استخدم ايه السيمبلز اللي هي دي اس بتساوي تي اف اوف اس. تعال حتى نجربها كده، نروح للماتلاب يعني S بتساوي TF ما بين تو أبوستروفز جوه قوسين S، فهشتغل سيمبلز اللي هو S. بعد كده نتكلم عن إيه؟ عن إن السيستم، طبعا السيستم هنا نقصد بيه جي بي أوف S H أوف S. يساوي الكلام ده بكتبها عادي خالص بالأسلوب اللي إحنا عارفينه، بس هو بيفهمها ان هو ايه نيوميريتور على دينومينيتور
واستدعي بقى ار لوكس اهو هكتبها ار لوكس ما بين قوسين سيس وانتر. يقوم رسم لي فعلا الايه الروت لوكس. هنا الاكسس الافق ده هو سيجما والاكسس الراسي ده هو جي اوميجا، وهنلاقي ان في عندنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 دول اللي هم الاربعه بولز. الاربعه بولز لما تكون كي بتساوي صفر اللي بنبدا بيهم يعني هتكتشف برضو هنا السيستم ده هتلاقيه في النهايه كلوزد لوب يعني سيستم فورس اوردر. فلما تكون ودي معلومه برضو من خلال السكتشنج كنا بنديها زمان ان لما يكون كي بتساوي صفر بنبدا بالاوبن لوب ترانسفير فانكشن بولز. طبعا الاوبن لوب اللي هي جي اوف اتش انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ شوف حركه قطع يا دكتور. شوف قطع بس. طب معايا دلوقتي؟ تمام. احنا بنبدا هنا عند عند 0 ماينس 5 اهو ماينس 5 السكيل قدام وماينس 15 وماينس 20 اللي هي الاوبن لوب بولز بنبدا بيها لما كتسه وصفر. الاوبن لوب زيروز كان عند فين؟ عند ماينس 7 ده الاوبن لوب زيرو صح؟ open loop zero. فهتلاقي ان في احد البولز عند الملا نهايه بيروح للاوبن لوب زيرو والثلاثه بولز الثانيين عند الملا نهايه بيروحوا الى الملا نهايه. فاهمني؟ هتلاقي بالشكل ده يعني هتلاقي الروت ده ماشي كده وبعد كده بيتجه للملا نهايه والثاني اسمير الايمج بيروح كده ويتجه للملا نهايه. الروت ده هيتجه للاوبن لوب زيرو عند ماينس 7 وده بيتجه الى المنهايه عند الكيب نهايه. تمام. طب انا هستفيد ايه من الروت لوكس بقى بعد ما رسمته او الروت فوساي بعد ما رسمته؟ احنا عندنا هنا فانكشن جاهزه برضو اسمها ار لوك فايند، يعني هي مكتوب عندك هنا برضو اللي هي دي الفانكشن دي اسمها ار لوك فايند وبتبصيله الجي بي اوف اس اتش اوف اس معايا اللي احنا اوريدي بنرسم روت لوكس بتاعها. وهي بتريترن تو اوبجكتس في الحاله العامه تو اوبجكتس الكي والبولز. يعني هي بتريترن حاجتين الكي والبولز بالترتيب كده. فتعالى نستدعيها ونشوف هتعمل ايه. نفس الاسلوب كي وبولز بتساوي ار لوك فايند. ار لوك فايند هنا يعني روت لوكس فايند. اول ما استدعيتها عمل ايه؟ حول الكرسور الى كروس كبير زي ما انت شايف وبمشي كده وبقول ايه. طب انا عايز اعمل ديزاين. طبعا انت ملاحظ ان كل نقطه هنا على الروت لوكس تقابل كي معينه صح؟ تقابل كي معينه زي ما فهمت. فانا عايز اعمل ديزاين للبروبورشنال كنترولر بحيث يحقق لي تايم ريسبونس سبيكس محدده اللي منها بجيب الايتا والاوميجا ان، والايتا والاوميجا ان اللي منها بقدر اجيب الايه الديزايرد بولز لوكيشنز. الديزايرد بولز لوكيشن اللي هو موقعهم فين. وطبعا السيستم ده فورس اوردر فاحنا يعني نقدر نستخدم القوانين ونعتبره سكند اوردر باعتبار ان هنا المنطقه بتاعت الدوميننت بولز صح ولا لا. فاجي مثلا في المنطقة دي شايفها هعمل كليك هنا معناه ايه؟ ان انا حددت الديزايرد بولز لوكيشن المنطقة النقطة اللي انا واقف عندها والكونجكت طبعا اللي ايه المقابل ليه. هعمل كليك. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل وانا في الكوماند ويندو واخد بالك رجع لي ان هو قال لي ان النقطه اللي انت اخترتها عند ايه عند الكلام ده. هل ده صح؟ -1.7 + 10 جي او ار.
دي ماينس 1.7 بلس 10 تقريبا، لان السكيلنج هنا 20، فاحنا تقريبا في النص 10 صح، عند 10 وشويه. فدي اللي هي سيلكتد ايه بوينت اللي انا اخترتها، وبالتالي هو بيجيب لي الكي المقابله لهذه البوينت. الكي المقابله، حد يقرا لي الكي بكام بقى؟ 3.5 كيلو. 3.5 ايه؟ كيلو. طب يعني قولها لنا بقى، 3534 صح؟ وبوينت 4 تمام، لان دي معناها انتوا عارفينها طبعا، معناها ان دي في 10 اس 3 يعني. تمام، وبيدينا كمان مواقع البولز الثانيه. احنا طبعا اخترنا ايه؟ ناقص 1.7، دي كانت تقريبيا، لكن اكزاكتلي انا الحقيقه المفروض كنت اختار الايه النقطه دي والنقطه دي الكونجيجيت. امال الثانيين اللي هم ايه؟ هتلاقيهم ان هم ريال صح، لان الايمج بارت بزيرو، وبعاد نون دوميننت صح ولا لا؟ بس هو بيجيبهم لي الحقيقه برضه بالمره، بس ما بستفدش منه. انا عايز استفيد من معلومه ايه؟ معلومه الجين اللي هو كبروبورشنال جين المفروض يبقى كام. تمام، ممكن برضو اخد معلومه الايه الكريتيكال جين، كريتيكال جين فاليو اللي هي هتحقق لي ساستيند اوسيلاتوري ريسبونس، ان انا برضو الار لوك فايند وايه اعلم على النقطه دي بالظبط صح اللي عندها، هبدا اروح للانستابيليتي اللي بعدها على طول هروح للايه للانستابل ريجن. ويبقى ده الحقيقه موضوع الروت لوكس، يعني بدون دخول في تفاصيل ازاي نعمل سكتشنج الايه للروت لوكس، الا في الحاله البسيطه اللي احنا تناولناها وفهمناها اللي هي بتاعت سكند اوردر سيستم. هل في سؤال في موضوع الروت لوكس يا جماعه؟ هو دكتور، هو اول سطر خالص كتبناه على الماتلاب ايه اهميته؟ اللي هو فين ده؟ اللي لما كتبنا اس ايكوال تي اف بين كوتيشنز اس. اهميته ايه؟ اهميته ان انا اعرف السيستم بدلاله الاس، لكن لو ما استخدمتهاش يبقى المفروض تعرف السيستم باستخدام تي اف فانكشن، وتدي له النيوميريتور از بولينوميال والدينومينيتور از بولينوميال. ايوه تمام، شكرا. بطريقه بطريقه بطريقه. دكتور يعني انا في الاول بدخل الماتلاب الترانسفير فانكشن عند كيب 0، وهو بعد كده بقى بيجيب لي الكي المناسبه. هو بيرسم اساسا الروت لوكس ده فور كيد تساوي 0 لما لا نهايه، هو مش لما لا نهايه لفيري هيج فاليو يعني. لكن انا الترانسفير فانكشن انا مدخلها دي اصلا ما فيهاش كي صح؟ دي هي خاصه بالجي بي والاتش اكسبلودنج كنترول. تمام صح، تمام كده. وهو بياخد في الحسبان فعلا الفيجر اللي احنا عارفينه بتاع كنترول بلوك دياجرام، كنترول سيستم بلوك دياجرام. طب ننتقل بقى لموضوع تاني انترستنج برضو، وهو ايه؟ وهو موضوع اناليسيز ان ذا فريكوانسي دومين. يعني احنا عايزين ننتقل للفريكوانسي دومين. احنا درسنا السيستم واحنا في الاس دومين، واحنا في التايم دومين اللي احنا بنفهمه، الحقيقه اللي احنا بنفهمه وبنحس بيه هو التايم دومين. لكن احنا ممكن برضو ندرس السيستم واحنا في الفريكوانسي دومين. فالموضوع هنا كعنوان هو فريكوانسي ريسبونس اناليسيس او اناليسيس اوف ذا سيستم واحنا في الفريكوانسي دومين. نقصد ايه بقى؟ طب ناخد دي ارست واحنا قاعدين مكاننا عشان ننتقل لموضوع جديد. اوكي، نكمل يا جماعة. دلوقتي احنا عندنا بلوك يمثل كومبوننت، يمثل سب سيستم، يمثل اوفرول
system after reduction whatever, احنا في النهاية عندنا block في transfer function g of s. وال g of s يعني is well defined و given وداخل x input وخارج x output. احنا هنا هنتناول ال input واحنا في time domain ان يكون sine wave او sinusoidal input يعني. و الـ as function of time هيبقى ايه؟ sin omega t. وانت مديني الاوميجا in radian per second اللي هو الـ angular frequency of the sinusoidal input ومديني الـ amplitude كمان. يعني انت محدد تماما الـ input sinusoidal input يعني. وانا عايزك تقول لي الـ output as function of time هيبقى شكله ازاي؟ هتعمل ايه؟ يبقى الحقيقة عندك طريقين. عندك طريق ان طيب ما خلاص انت مديني الـ x input as function of time هجيب التمثيل بتاعه واحنا في الـ s domain اللي هو هيبقى ايه؟ اوميجا على s square plus omega square ولا لا؟ ده اللي هو x input of s وهنضربها. هنضرب الكلام ده في g of s اللي انت مديهوني هقدر احصل على x output of s. بعد كده اعمل inverse Laplace whatever الطريقة يعني هقدر اجيب x out of t وارسمها وخلاص. صح ولا لا؟ طيب الطريقه الثانيه اللي هي يعني باي سنس بقى باي سنس بتقول ايه؟ طيب انت عندك الانبوت بيور ساين ويف صح ولا لا؟ الانبوت بيور ساين فانكشن اهو. طبعا هنا لو احنا رسمنا الاكس انبوت اس فانكشن اوف تايم هيبقى الجزء اللي انا مشاور عليه ده قيمته كام؟ حد يقول لي يعني انا لو رسم x input as function of time الجزء اللي انا مشاور عليه ده قيمته هتبقى كام؟ اتنين باي على اوميجا. برافو عليك صح كده اتنين باي على اوميجا اللي هو cycle time صح ولا لا؟ طيب لو احنا عملنا scaling للتايم اكسس وضربنا في اوميجا فيبقى الجزء ده هو ايه؟ هو 2 باي بس لان احنا ضربنا في اوميجا صح ولا لا؟ واصبح الاكسس دوت اصبح ايه؟ اصبح انجل اكسس ان راديان وليس تايم اكسس صح ولا لا؟ اصبح انجل اكسس ان راديان وليس ايه؟ تايم اكسس. اوكي جاست سكيلينج يعني. وده الامبليتيود ايه اهوت وده شكل الانبوت as function of time. طيب هنجد بقى في الحالة دي باعتبار ان الـ input pure sine wave هنلاقي ان الـ output شكله بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبعا هنا هنتكلم على برضو الـ angle axis omega t وده الـ x output of t هتلاقيه هو نفسه الشكل بتاع الـ sine wave ده هو نفس الشكل الـ sine wave بنفس الـ frequency يعني. اوكي انا هيبقى الاختلاف في حاجتين الشيفت اللي حاصل ان الاوتبوت بيطلع متاخر عن الانبوت بشيفت كده وكمان الامبليتيود اللي خارجه هتكون يا اما ان هي اكبر يا اما ان هي تكون اصغر يا اما ان هو نفس الامبليتيود اكوردنج لايه بقى ان الامبليتيود ده بيتضرب في حاجه اسمها دايناميك جين اوف ذا ترانسفير فانكشن في يبقى احنا عندنا مصطلح جديد اسمه دايناميك جين الدايناميك جين ده بنجيبه منين من ان احنا هنستبدل اي اس بجي اوميجا هنستبدل اي اس بجي اوميجا طبعا ده بيفكرنا ان احنا يعني كاننا بنختصر الاس بلين الى ان هو جاست الجي اوميجا اكسس باعتبار ان احنا بنتكلم على سستند اوسيلاتوري ريسبونسز يعني فلما نشيل اي اس ونحط بدلها جي اوميجا اوكي فيبقى اذا هيكون في الحاله دي هتكون ال g of g omega في النهاية complex quantity function of omega يعني فيكون لها magnitude و angle فالmagnitude of g omega هيمثل the dynamic gain هيتضرب في amplitude a يدينا amplitude of the a of the sine output وكمان phase shift اللي حاصل الفيس شيفت اللي حاصل هيكون هو الانجل اوف جي اوف جي اوميجا
باعتبار زي ما انا لسه قايل ان جي اوف جي اوميجا هيكون ليها امبليتيود وانجل. الانجل دي طبعا بنسميها فيز شيفت. اوكي لو احنا بنقول الفيز شيفت ديت ب 30 درجه ب 30 ايه درجه يبقى ازي فيز قيمتها كام؟ او ازي فيز بلاش قيمتها يعني ازي فيز ات ايكوالز كام؟ ازي فيز ات ايكوالز ماينس 30 درجه. لكن از فيز شيفت طالما انا قلت شيفت معايا يبقى كان ايه؟ كان الماينس دي خلاص قلناها ويبقى از فيز شيفت يبقى 30 درجه. فهمتني؟ فهمت قصدي؟ لان احنا ممكن يكون في عندنا فيز ب 15 درجه مثلا يبقى دي مش هنقول عليه فيز شيفت، لا ده احنا هنقول فيز ليد. يبقى يا اما الاوتبوت بيسبق الانبوت يا اما الاوتبوت بيتاخر عن الانبوت. طبعا فور فيزيكال سيستمز دايما الاوتبوت يتاخر عن الانبوت، عمره ما هيسبق الانبوت الا لو كان unrealistic physical system. ودي طبعا فاكر كان بتظهر لنا لو النيوميريتور الاوردر بتاعه اكبر من الاوردر بتاع الدينومينيتور، فهنا هتظهر بقى ان ساعتها يبقى في فيز ليد مش فيز لاج. فاهمني؟ يبقى اذا يا اما اقول فيز ليد يا اما اقول فيز لاج يا اما اقول فيز شيفت. يبقى كان بتكلم عن الماينس اللي موجود. انا لو قلت فيز شيفت 30 درجه يبقى ايه؟ يبقى هو ديلي او لاج، ديلي او لاج تاخير للاوتبوت عن ايه؟ عن إيه؟ طب إيه؟ انا قلت 30 درجه دلوقتي صح؟ طب احنا عايزين نحس بيها as time، لان على ارض الواقع احنا بنحس بالتايم اكسس او الريسبونسز واحنا في التايم دومين. فالديلي او الفيز شيفت 30 درجه دي هيعتبر تايم ديلي قد ايه؟ حد يرد عليا؟ يبقى 30 على 360 في البريودك تايم. 30 على 360 في الايه؟ هيبقى ربع البريود بيريودك تايم. هو اولا بس عشان برضو ما نلخبطش الناس، طالما بتعامل مع انجلز ماشي، ما هي انجل في النهايه زاويه، طالما بتعامل مع انجلز وبدخلها في كومبيوتيشنز تو بي ان سيف سايد لازم تبقى ان راديانز بادئ زبد. تمام يبقى هتطلع تمام، هتطلع باي على 6 وهنقسمها على 2 باي هتبقى 1 على 12 من البيريودك تايم. طب في البيريودك تايم انت لف 1 على 12 عشان انت لفيت لفه. انا فاهمك بس هو عموما الفيز شيفت هنا يبقى ان راديانس مجرد اقسمه على اوميجا يصبح ديلي تايم ان تايم يونتس وخلاص. فاهمني؟ مظبوط. طب ويتش اوميجا اللي انا اقسم عليها؟ اوميجا بتاعت الساين اللي انت مديها لي الانبوت. ايوه صح. يبقى الدنيا وضحت كده دلوقتي ولا لا؟ تمام مظبوط. طيب هو هناخد مثال بقى ازاي بنقدر نحسب الدايناميك جين فور اني اوميجا والفيز فور اوميجا فور اني اوميجا. مجرد اوميجا تتان عوض يعني احسب الدايناميك جين بكام والفيز بكام. فلو خدنا مثال ان جي اوف اس اللي هي بتاعت البلوك ده كانت مثلا 3 في 2 اس بلس 4، سيبك من الداش دي يعني 2 اس بلس 4 على اس في 3 اس بلس 7 في اس سكوير بلس 2 اس بلس 10. اولا هنشيل اي اوميجا، بس قبل ما اشيل اي اس واحط بدلها جي اوميجا اشوف الكوادراتيك تيرم ده. الكوادراتيك تيرم ده هشوف البولز او الروتس بتاعته، لو كانت كومبلكس اسيبها زي ما هي، لكن لو كانت ريال يبقى احللها القوسين ولا لا؟ احللها القوسين. تمام. فبرضو هنجيب الاس 1 و 2 هنا كتو روتس هنلاقيهم كومبلكس خلاص نسيبها زي ما هي. هنشيل اي اس ونحط بدلها جي اوميجا فدي هتبقى 3 وهنا 4 بلس جي اوميجا و2 اهي يبقى جي 2 اوميجا.
و اس دي جي اوميجا اي، وهنا 7 بلس جي 3 اوميجا. يعني هنا بنحب نحط الريال بارت الاول والايمجينري بارت يعني الثاني، وهنا تبقى 10 ماينس اوميجا سكوير، صح ولا لا؟ جي سكوير ماينس 1 بلس جي 2 اوميجا اي. تمام، احنا ممكن هنا في عندنا برضو طريقين، في طريق وفي طريق بايسنس. الطريق الاولاني ان انا هضرب فوق وتحت في كونجيجيت اوف ايتش تيرم ان ذا دينومينيتور، يعني هضرب فوق وتحت في ماينس جي اوميجا وفي 7 ماينس جي 3 اوميجا وفي الكلام ده ماينس جي 2 اوميجا فوق وتحت، فكل تيرم في الكونجيجيت بتاعه هيروح الجي ولا لا؟ فاكرين؟ بحيث يبقى الدينومينيتور كله ريال بارت فانكشن اوف اوميجا، النيوميريتور اضرب الاقواس كلها في بعض وافصل جزء ريال وجزء ايماجري، هيبقى برضو ريال فانكشن اوف اوميجا والايماجري فانكشن اوميجا، والريال بارت هقسمه على الدينومينيتور اللي هو كله ريال، يديني ريال ايه؟ ريال بارت نهائيا فانكشن اوف اوميجا، هيبقى نيوميريتور اوفر دينومينيتور، صح؟ بلس جي الجزء الايماجري بتاع النيوميريتور اقسمه على المقام اللي هو كله ريال، يديني برضو imaginary part numerator over denominator function of omega. طبعا انا على وعندي complex quantity real و imaginary، فاقدر احولها الى الى الصوره بتاعه magnitude و angle. الماجنيتيود يساوي ايه؟ حد يقول لي. real squared plus imaginary squared، بس تحت الجذر بقى. مظبوط. ما انت نسيت الجذر اهو، يبقى الجهاز تربيعي اللي ده تربيع زائد ده تربيع، في النهايه الماجنتيود ده يبقى فانكشن اوف اوميجا ولا لا؟ والانجل طيب الانجل هيبقى 10 ماينس 1 الايماجينري بارت على الريال بارت، بس كده. يطلع زي ما يطلع برضو هيبقى ايه؟ فانكشن اوف اوميجا. الطريقه الثانيه ان هو ايه؟ طيب والله انا ممكن بدون ما اعمل الضرب في الكونجكت فوق وتحت لكل ترم في الدينومينيتور ممكن اقول الماجنيتيود هو الماجنيتيود اوف ايتش تيرم ان ذا نيوميريتور مقسوم على الماجنيتيود اوف ايتش تيرم في الدينومينيتور اهو، يبقى الماجنيتيود الثلاثه دي هتعتبر 3 بلس جي 0، صح؟ يبقى جهاز تربيعي ل 9 بلس 0 اللي هي 3 في النهايه، يعني في جهاز تربيعي ل 16 زائد ايه؟ زائد 4 اوميجا سكوير، على جي اوميجا دي الماجنيتيود بتاعها اوميجا، واضحه صح؟ في الجهاز التربيعي ده تربيع زائد ده تربيع اهو، في الجهاز التربيعي 10 ناقص اوميجا سكوير كل ده تربيع بلس 4 اوميجا سكوير اهو، يبقى احنا كده قدرنا نجيب الماجنيتيود. تديني اي اوميجا اعوض فيها احسب الايه؟ الماجنيتيود. الانجل هتبقى برضو الانجل اوف ايتش تيرم في الدينومينيتور في النيوميريتور مجموعين على بعض ناقص افتح قوس كبير والانجل اوف ايتش تيرم ان ذا دينومينيتور مجموعين على بعض، طبعا هتفك القوس ده هيبقى ايه؟ كل ترم من تحت مطروح الانجل بتاعته، يعني الثلاثة دي الانجل بتاعتها كام؟ تعتبر 3 بلس جي 0 10 ماينس 1 0 على 3 ب 0 يبقى 0، مفيش مش موجود. الانجل بتاع الترم ده 10 ماينس 1 2 اوميجا على 4 اهي. الانجل بتاع جي اوميجا بكام؟ هي 0 بلس جي اوميجا في 10 ماينس 1 10 ماينس 1 اوميجا على 0 ده 10 ماينس 1 ما لا نهايه ل 90، بس هي موجوده في المقام فبتطرح، صح؟ ناقص 90 درجه. وممكن اشتغل بقى، خلي بالك بالدرجات عادي، بس لو انا عايز احسب الديلي تايم زي ما احنا بنقول بنحولها الى راديان، بنضرب في باي على 180 ونقسم بعد كده على اوميجا اللي هي اساسا راديان بير سكند، فنجيب الديلي تايم في الحاله دي. Anyhow الترم ده اللي هو 10 ماينس 1 3 اوميجا على 7 ولا لا؟ ايوه، والماينس اللي في موجوده في المقام ماينس 10 ماينس 1 2 اوميجا على 10 ناقص اوميجا سكوير. فبتلاقي اكيد في فور اني فيزيكال سيستم هتلاقي الايه؟ الحاجات المطروحه اكتر، بحيث التوتال انجل او الانجل في النهايه تكون ايه؟ نيجاتيف، او كفيز يكون نيجاتيف. فيز نيجاتيف معناه ان هو فيز شيفت،
أو يوجد أي ديلاي فيزيكالي طبعا، صح ولا لا؟ طيب إحنا بقى لو عندنا سيستم برضه لسه ما دخلتش في كنترول سيستم، أنا بتكلم على جاست إيه؟ على جاست بلوك كده في ترانسفير فانكشن، تمام؟ فإحنا نحب برضو يعني as interesting يعني part for understanding إن إحنا حتى لو إحنا عندنا بلوك in open loop كده نحب ندرس الـ frequency response بتاعه في الـ frequency domain يبقى شكله إزاي. بمعنى إيه؟ إن إحنا نحب نشوف تغير الديناميك جين، وبالمناسبة الـ G of G omega دي بيسموها sinusoidal transfer function. يعني أنا لو عندي G of S دي اسمها transfer function، شلت اي اس حط بدلها جي اوميجا اصبح اسمها سينوسويدال ترانسفير فانكشن. الدايناميك جين ليه سموه دايناميك؟ لان هو متغير اكوردنج تو اوميجا يعني. فنحب ان احنا نشوف البلوتنج بتاعه اجينست اوميجا شكله ازاي، وايضا الفيس شكله ازاي. فاحنا نحب نرسم الرسمه دي زي ما انت شايف، الدايناميك جين مع ايه؟ مع اوميجا، شكلها ازاي. هنجد برضو لان المقام الدينومينيتور بيبقى الباور بتاعه اعلى زي ما احنا فاهمين، فنلاقي اكيد ان اوميجا هتروح لما لا نهايه، الجين هيروح لما لا نهايه كدايناميك جين، فنلاقي الجين بيقل مع ايه؟ مع زياده اوميجا. هنلاقي ايضا الفيز شيفت بيزيد مع ايه؟ مع زياده اوميجا. فاحنا هيكون في عندنا بلوتنج للانجل اوف جي اوف جي اوميجا مع الاوميجا، طبعا انت شايف ان هي مرسومه في الجزء الايه؟ النيجاتيف، والديناميك جين مع ايه؟ مع اوميجا. طب ايه حكايه 20 لوج للاساس 10 دي بقى؟ قال لك هو الاساس برضو ان احنا الاول كنا نعمل سكتشنج يدويا يعني للبلوتنج ده. فانتوا عارفين حكايه ان لما يكون عندي لوج وليكن للاساس 10 يعني، لوج للاساس 10 لاكس مضروبه في واي بتساوي لوج للأساس 10 X بلس لوج للأساس 10 Y. هل عارفين المعلومة دي؟ مظبوط مظبوط. طيب وكمان لوج ل X مقسومة على Y هي لوج X ماينس لوج Y، عارفين المعلومة دي؟ تمام مظبوط تمام. فهنا بقى في السكتشنج الحقيقة كنا بدل يعني انت تضرب الحاجات دي في بعض في تحت وفوق يعني، خلي بالك برضو انا ممكن ارسم دي بسهولة باستخدام السوفت وير، باي سوفت وير يعني. يعني ازاي ارسم حاجة زي كده از جين بقى از دايناميك جين مع اوميجا؟ خلاص انت تدخل في فور لوب من اوميجا تساوي زيرو لغاية رقم كبير جدا وليكن برضو 100,000، وتمشي بالسيب صغيرة جدا. عند كل اوميجا بتعوض فين؟ بتعوض في كل الاكسبريشن ده، مفيش مشكله whatever يعني شكله يبقى ازاي، وتحط بيكسل في الايه؟ في البلوتنج بتاع جي اوف جي اوميجا از دايناميك جين مع اوميجا، وتعوض برضو في كل ده صح فور ذا سيم اوميجا، وتحسب الفيز وتحط نقطه هنا ونقطه هنا، ومع الفور لوب مع نهايته هتلاقي البلوتنج ده اترسم ولا لا، بس خلاص مفيش مشكله. لكن از سكتشنج يعني لما يكون بالايد بقى كده وباي سنس عايزين نعمل سكتشنج للديناميك جين والفيز مع الاوميجا، هتبقى طبعا مستحيل ان انت تتصور. لكن كنا نعمل ايه بقى؟ كنا نرسم لوج للاساس 10 للديناميك جين، فهنا اصبح ايه؟ لوج للاساس 10 لكل ترم مجموعين، ولوج للاساس 10 لكل ترم مطروحين، ويبقى اصبح كل ترم برسمه لوحده، وبعد كده ايه؟ اجمع او اطرح، فتبقى الدنيا ابسط. وكمان نضرب في 20 عشان تكون اليونتس انديسيبل. هل خدتوا بالكم؟ يبقى 20 لوج للاساس 10 الدايناميك جين بيكون اليونتس بتاعته انديسيبل. وحاليا ما زال في الماتلاب زي ما هنشوف حالا، ما زال البلوتنج ده بيترسم 20 لوج للاساس 10 الدايناميك جين. طيب لو انا عرفت اجيب معلومه الدايناميك جين انديسيبل، هل اقدر اعرف القيمه بتاعت الجين كام؟ هتقسم على 20 وتعتبر الكلام ده الاس بتاع 10،
يبقى عرفت تجيب الجين ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني لو عرفت اجيب الديناميك جين انديسيبل اقدر اجيب الديناميك جين از جين فعلا بقى، صح؟ ان انت هتقسم الديسيبل فاليو دي على 20 وبعد كده تعتبرها الاساس الاس بتاع 10، 10 اس الكلام ده يديك الايه الجين فعلا، صح؟ طيب تمام، برافو عليك. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في الروت لوكس لما كنا نقول كي من زيرو لقيمة كبيرة جدا كانت بتبقى ضمنيا موجودة في الجراف أو في الروت لوساي ضمنيا، لكن هنا الأوميجا من زيرو لما لا نهاية، احنا عايزين نشوف بقى الفريكونسي ريسبونس شكله ازاي as أوميجا varies from zero to ما لا نهاية، عشان أشوف for any أوميجا بقى for any angular frequency للساين ويف اللي داخلة دي. فهنا بقى انتوا فاكرين او ما اعرفش خطوه ولا لا، بقى لما يكون في عندنا اكسس الرينج بتاعه كبير جدا، يعني وليكن من 0 ل 100000 مثلا، هل ينفع الاكسس ده يكون بلوتد ان لينير سكيل؟ يعني نمشي 10 20 30 40 50 هنوصل ازاي ل 100000؟ انت معايا؟ صعب. ولو خدت انت 1000 2000 3000 حتى ما، فاحنا عايزين سكيل نوضح فيه التفاصيل الصغيره مع التفاصيل الكبيره، فيبقى المناسب هنا اللوج سكيل ولا لا؟ المناسب اللوج سكيل اللي احنا بنمشي بقى ايه، مثلا 1 10 100 1000 10000 100000، يبقى ملتيبليكاتيف بقى مش اديتيف، مش لينير سكيل، يعني هيكون لوجاريتميك سكيل. وليه طريقه كده ابقوا يعني لو ما خدتوهاش ابقوا سيرش فيها هتلاقي بسيطه جدا، واخد بالك؟ بحيث اقدر لو عندي قيمه اوميجا اتوقعها ولو عندي قيمه اوميجا في الجراف اقراها، تفهمني؟ من خلال ايه؟ من خلال اللوجاريتميك سكيل. ف طيب يبقى اذا احنا كوني اعمل بلوتينج هنا للديناميك جين انديسيبل والفيز against logarithmic scale دي بسيطة، يعني بشكل ايه يعني numerical باستخدام يعني ايه software سهل، بس هنكتشف برضو في function في المتلب بترسمهم لنا وهنشوفها حالا. بس انا قبل ما ارسم البوت بلوت وانا استفاد منه ايه معايا، يعني ابسط حاجة خلي بالك، لو انا عندي open loop block كده او كومبوننت شغاله لوحدها بدون يعني ما تبقى موجوده في فيدباك كده، فدراسه الفريكوانسي ريسبونس بيفيدنا في حاجه، وانتوا اكيد خدتوها في موضوع الفلترز او سيستمز اللي هي كات اوف فريكوانسي. انتوا بتسمعوا عن ما يسمى كات اوف فريكوانسي، صح؟ يعني ايه؟ طب فكرني بكات اوف فريكوانسي ده. ان الجين او ان الماجنيتيود ده بيقل بمقدار 3 دي بي عن الماكسيمم بتاعه. بمقدار قد ايه؟ 3 دي بي. 3 دي بي. 3 دي بي. 3 ديسيبل. 3 ديسيبل بالظبط. يعني احنا باي سنس كده نقول ايه، ان هو انجولار فريكوانسي، او برضو طبعا لو قسمنا على 2 باي ولا ما لو قسمنا على 2 باي يدينا ان هرتز، صح؟ يبقى سواء بتكلم على كات اوف فريكوانسي او كات اوف انجولار فريكوانسي، يبقى اللي هو الفريكوانسي او الانجولار فريكوانسي اللي بعديه بعتبر ان السيستم لا يستجيب للسيجنال اللي داخله دي، ان الجين هيكون ايه اقل بشكل اللي هو تقريبا كان بعتبره بصفر، يعني فاهمني؟ فالمفروض ايه، ودي بتفيدنا طبعا في الفلتريشن، صح؟ يعني انا لو باخد فيدباك سيجنال الحقيقه عاده انا بمررها على لو باس فلتر بحيث يبقى الكات اوف فريكوانسي بتاعه يسمح بان انا امرر ايه الموست امبورتنت فريكوانسي كومبوننتس بتاعتنا، وبعد كده الفريكوانسي كومبوننتس بيحصل لها ايه انها ما بتعديش، وبندعي برضو ان النويز اللي هي موجوده ايفريوير وليها خصائص احصائيه كده بتتميز بان هي ليها هاي فريكوانسي كومبوننتس، فبتبقى بلوكت
عن طريق الفكره اللي ايه اللي احنا لسه قايلينها بتاعه الكات اوف فريكوانسي. ف طيب في حاله بقى وجود ان انا عندي الشكل ده، الشكل ده بيعبر عن ايه؟ ان هو سنجل انبوت سنجل اوتبوت كنترول سيستم، صح؟ والجي اوف اس كلها دي بتسمى الفيد فورورد باس ترانسفير فانكشن، والاتش اوف اس كلها بتمثل فيدباك باس ترانسفير فانكشن. وهفترض ان مفيش كنترولر وبعمل اناليسز وعايز افهم الفريكوانسي ريسبونس، وهفترض ان انا بعد كده عملت ديزاين للكنترولر وهدخله مع ايه؟ مع البروسيس ترانسفير فانكشن. عشان كده انا كتبت دي جي اوف اس مش جي بي اوف اس. يعني اذا جي اوف اس هنا بتشمل كل الفيد فورورد ترانسفير فانكشن سواء كان في كنترولر او ما فيش، يبقى كلهم داخلين ايه مع بعض. طب لو في كنترولر يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بعد ما بعملت كنترولر ديزاين عايز ادرس السيستم وانا في الفريكوانسي ريسبونس كله تمام ولا لا، اللي هو سيميوليشن بيفور امبلمنتيشن، صح؟ وبرضه زي ما ممكن نشوف وننوه ان ممكن تكون وسيله للديزاين اوف ذا بروبورشنال كنترولر او اي نوع من الكنترولرز واحنا في فريكوانسي دومين. اني هاو احنا خلينا دلوقتي نقول ان احنا عندنا فورورد باس ترانسفير فانكشن جي اوف اس وفيدباك ترانسفير فانكشن اتش اوف اس. الرمز ده نقصد بيه ايه؟ الرمز ده نقصد بيه ايه؟ زيرو ريفرنس. ان الريفرنس يكون بزيرو انكريمنتالي، صح؟ معناها ان انا مش هغير في الريفرنس، صح ولا لا؟ احنا سوفر يعني في الديزاين ميثودز السابقه كنا بنقول اندر ريفرنس تشينج، صح؟ وكنا الديستربنسز كلها بنعتبرها زيرو زيروز، وكنا بنقول ان طيب لو انا عملت الديزاين اوف ذا كنترولر بحيث اندر ريفرنس تشينج يكون السيستم ستيبل وكمان يدينا جود ريسبونس، فالكواليتي اوف ستابيليتي والكواليتي اوف ريسبونس برضو الى حد كبير هنضمنها اندر ريفرنس اندر ديستربنس اوكيرنس ولا، صح؟ فاكرين او يعني اللي هو لما يحصل ديستربنس هيقل اثرها الى حد كبير بنفس الكواليتي اوف ستابيليتي ونفس الكواليتي اوف ايه اوف ريسبونس. هنا بقى واحنا في الفريكوانسي دومين هندرس السيستم واحنا بنتحرك اندر ديستربنس اوكيرنس، وان الريفرنس مش هيتغير بمعنى ان هو انكريمنتال بايه؟ انكريمنتال بزيرو. طيب هنا انا عندي كنترول دي فاريبل هيتغير باي شكل بقى من الاشكال، لان واحنا بندرس السيستم يعني واحنا under reference change كنا دايما نقول step change، صح؟ step change مثلا. لكن احنا هنا واحنا under reference under disturbance occurrence احنا عندنا كذا مصدر للdisturbances وكذا شكل عدد لا نهائي من الاشكال اللي ممكن نتغير بيها، بس احنا من خلال بقى فورير ترانسفورم بنقول ان اي شكل مع التايم كتغيرات نقدر نعتبره عدد لا نهائي من الساين ويفز ولا سوبر امبوزد او مجموعين على بعض. تمام، واحنا عندنا سيستم لينير فحلو جدا، هنشتغل بالسوبر ايه بوزيشن ثيرم وهنقول ان احنا هنتعامل مع السيستم ده وندرسه عدد لا نهائي من المرات، كل مره فور سيرتن ساين ويف، كل مره فور سيرتن ايه ساين ويف ليها امبليتيود وليها فريكوانسي. اوكي، فانا دلوقتي لما هدرس السيستم ده اندر سيرتن ساين ويف ليها امبليتيود ايه وفريكوانسي اوميجا فور وات ايفر ايه اند اوميجا. في الحاله دي احنا شغالين ان في سيجنال بيور ساين هتمشي في الايه في الكنترول لوب، ففي الحاله دي احنا لسه متفقين ان اي اس احط بدلها جي اوميجا وهشتغل مع السينوسويدال ترانسفير فانكشنز. فانت افترض في النقطه اللي انا واقف عندها دي، شايف النقطه دي اللي فيها الايرور، يعني شكل السيجنال كانت ساين ويف ليها امبليتيود ايه وفريكوانسي اوميجا،
هتعدي في جي اوف جي اوميجا فولود باي اتش اوف جي اوميجا، يعني مضروبين في بعض الاثنين، وتيجي هنا. تيجي هنا بقى، تيجي هنا في الحته دي، شايف؟ تيجي هنا في الحته دي متاخره في الزمن، والامبليتيود بتاعها ايه؟ يا اما ان هو زي ما هو، يا اما كبر يا اما قل على حسب الديناميك جين ولا لا. ولما بتيجي هنا الماينس دوت بيحصل انستانتينيوس ساين تشينج، بيحصل انستانتينيوس ساين تشينج. فوالله خلي بالك بقى، لما انت بتلاقي في سيجنال هنا ساين وتلاقي ان هي حصل فيس شيفت بمقدار 180 درجه وتعكست اشارتها هنا، فالسيجنال دي هي الوحيده اللي هي قابله ان هي تستمر. بمعنى ان هي لو انت خدت نص سايكل كده 180 وجت هنا شيفتت ب 180، حصل لها شيفت ب 180 درجه وتعكس اشارتها، فبتكمل لانها ساين ويف ولا لا؟ بتكمل. مشكله بقى في الايه، في الديناميك جين المقابل للاوميجا بتاعتها. لو كان بيساوي واحد يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ يبقى الامبليتيود زي ما هو. برافو عليك، برافو عليك. طب لو كان الدايناميك جين اقل من واحد؟ يبقى الامبليتيود هيقل، بيتناقص 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 لغايه ما ايه؟ ما يبقى بصفر في الملا نهايه، لان لما الماجنتيود عمال يقل. طب لو كان اكتر من واحد؟ هيقعد يزيد، هيزيد هيزيد هيزيد. يبقى اذا في فريكونسي كومبوننت احنا بنخاف منها اللي بتسبب لنا ان الدايناميك جين يكون يساوي واحد او اكبر من واحد، وكمان لازم يتزامن الكلام ده مع ان الفيس شيفت يكون بكام؟ بناقص 180 درجة. اي سيجنال تانية الحقيقة بنقول ان هي بتلاشي نفسها بنفسها. اي سيجنال اخرى ما بتحققش الشرطين دول يبقى بتلاشي نفسها بنفسها. اذا احنا هنا لما نيجي ندرس الديناميك جين والفيس شيفت هندرسه فيما يخص مين؟ فيما يخص الجي مضروبة في الاتش ولا لأ، اللي هي كنا بنسميها open loop transfer function. يبقى الجي مضروبة في الاتش، يبقى احنا عندنا الجي مضروبة في الاتش، هنشوف الديناميك جين بتاعها، والجي مضروبة في الاتش هنشوف الفيز بتاعها. هل واضح ده؟ طيب لما نشوف بقى الديناميك جين والفيز بتاعها هنرسمه، ممكن نرسمه احنا زي ما احنا قلنا بالاسلوب بتاعنا اللي احنا لسه شارحينه، نمشي بستيب صغيره ونتكلم برضو انديسيبل، فاهمني؟ والفيز، وانا هكون من خلال البلوتينج ده هدور على الفريكوانسي اللي عندها الفيز يساوي ناقص 180 درجه، وعندها هشوف الديناميك جين. لو كان بواحد اقول ان السيستم ده هيدينا هيكون ليميتد لستيبل، لو كان اكبر من واحد أقول إن السيستم ده unstable، صح ولا لا يا جماعة؟ لو كان أقل من واحد أقول إن السيستم ده is stable. فيبقى أنا قدرت هنا من خلال وأنا بدرس السيستم في الفريكونسي دومين قدرت أحكم على الاستابيليتي ولا لأ. طيب إحنا عندنا الحقيقة في شخص اسمه بوت هو اللي كان شغال في الموضوع ده، وهو اللي كان بيرسم الديناميك جين مع الفريكونسي والفيز، وعشان كده الفريكونسي ريسبونس ده بيسموه بوت بلوت، احيانا يسموه لوغاريتميك بلوت يعني، بس هو الاسم الاوقع هو بوت بلوت. وبالتالي الناس اللي عملوا الفانكشن دي في الماتلاب سموها بوت برضو. فهنا برضو انا بوصف ايه؟ بوصف سيستم. اللي انا معلم عليه ده اللي هو ايه يا جماعه؟ حد يقول لي ده مثال يعني؟ برضو بعرف ايه الاتش في جي، الجي في الاتش. برافو عليك. الجي كلها بقى الفيد فورورد كلها ترانسفير فانكشن في الايه؟ في الاتش. برافو عليك، صح كده. بعرفها، تعال نعرفها. برضو هنا بيقول لي ادي الجي في الاتش. طبعا ما اقدرش اقول لك السيستم ده ان هو سيرد اوردر، حد يقول لي ليه؟ لان دي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن،
ولما بقول السيستم اوردر اقصد الاوفرول كلوز لوب سيستم اوردر، صح؟ فدي حته على جنب كده. المهم فجي في الاتش معرفه بكده، ان انا مجرد اقول بود ما بين قوسين السيستم ده يرسم لي الايه، يرسم لي زي ما الرسمه اللي انت ايه شفتها، ان ده برضه ممكن نعمل جريد هون، نعمل الشبكه دي اهو، ده اوميجا اكسس، اوميجا اكسس، وده الايه الفيز اللي هو الانجل اوف الانجل بتاع جي اتش اوف جي اوميجا، وده الماجنيتيود ان ديسيبل يعني 20 لوج للاساس 10 الدايناميك جين، اوكي ان ديسيبل. طبعا لاحظ لما الجين يكون بواحد يكون ان ديسيبل بكام؟ زيرو، بزيرو. اه لوج للاساس 10 لواحد بزيرو، صح كده؟ اه فالزيرو دي معناها ان الدايناميك جين بواحد يعني. طيب فانا المفروض اجي عند ماينس 180 درجه فيز بتاعه الانجل اوف جي اتش اوف جي اوميجا وامشي افقيا كده، اجي هنا صح، اطلع فوق، لو لقيت الجين المقابل للاوميجا ديت اقل من واحد اعرف ان السيستم از ايه، stable is stable. برافو عليك. لو هو بيساوي واحد معناه ان هو limitedly stable، لو كان اكبر من واحد معناه ان هو unstable. طب هنا السيستم ده stable ولا unstable يا جماعه؟ stable. ليه قلت stable؟ عشان اقل من واحد. وقلت ليه ان الجين اقل من واحد؟ عشان الدي بي بيستاذب، صح؟ لان هو invisible negative، لأن هو log fraction للأساس 10 بيدينا negative value، صح؟ تمام. طيب إحنا عندنا مفهوم آخر عايزين بقى نعرفه من خلال البوت بلوت ده، هو مفهوم إيه؟ يعني لو جينا هنا استخدمنا، سيبك من function دي، طبعا function اسمها margin دي، يعني في حاجة اسمها function overloading، اللي هو ممكن أعمل كذا function بنفس الاسم ولكن بترترن عدد من البارامترز مختلف، أو بنبصلها عدد من البارامترز مختلف، فدي من النوع ده. يعني margin ممكن أستدعيها وبصلها system اللي أنا برسم ليه بلوت وهي ترجع لي حاجتين، الجين margin والفيز margin، أو إن هي ترجع لي أربع حاجات، الجين margin والإيه والفيز، أو ما ترجع ليش حاجة خالص. فتعالى نشوفها في الحالة العامة ان هي بترجع لي اربعة ايه بارامترز. ايه يبقى دي function اسمها margin، ببصلها في system اللي انا برسم بيه بوت، بتديني اربع حاجات، gain margin، phase margin، gain crossover frequency، phase crossover frequency، اللي هم ايه دول بقى؟ تعالى نشوف. هي الحقيقة بترجع لي الجين مارجن يساوي كام، الفيز مارجن يساوي كام، جين كروس اوفر فريكونسي يساوي كام راديان ان سكند بير سكند يعني، والفيز كروس اوفر فريكونسي اللي هم ايه بقى. اهو دي نقفلها ونرسمها تاني، معلش. مش المفروض رسمها؟ طيب نستدعي بود الأول. بعد كده ليه؟ بس هو معلش ثانية واحدة أعمل حاجة، المفروض على الفيجر ده يدينا معلومات الجين مارجن والفيز مارجن برضه، ف اه
ايوه يا دكتور، البوت بلوت بتطلع 4 variables. يعني مارجنز بس هي بتطلع لي هنا على على البلوت، ولكن لو انا عايز اخدهم كبارامترز كريزلتس يعني استدعيها بالاسلوب ده. يعني انا لو استدعيتها باسلوب مارجن بس يبقى الفيجر نفسه بيطلع لي ايه الجين مارجن بيساوي كام عند الفيز كروس اوفر فريكونسي، والفيز مارجن يساوي كام عند الجين كروس اوفر فريكونسي. خدتوا بالكم؟ لا هقولها تاني، الجين مارجن يساوي كام عند الجين كروس اوفر فريكونسي، والفيز مارجن يساوي كام عند الفيز كروس اوفر فريكونسي. لان انت عندك الفيز كروس اوفر فريكونسي كان 1.8 وشوية، الجين كروس اوفر فريكونسي 5.8 شوية. عايزين بس نفهم بقى يعني ايه جين حد عنده فكرة عن الجين مارجن يعني ايه؟ هل خدتوها في احد الكورسات؟ طيب نقولها. الزاوية اللي ما بين اللي هي ما بين لما قيمة الترانسفير فانكشن بتبقى واحد ماشي، والزاوية دي قيمة الزاوية دي ناقص 180 ماجنتيود. طب احنا فهمنا عند ناقص 180 درجه ليه انا بخاف من الـ من الفريكوانسي كومبوننت دي، لان هي دي الوارد ان هي تبقى ايه سستند اوسيلاتوري او وارد ان هي تنكريز. فانا باجي عند ناقص 180 درجه بشوف الفريكوانسي اللي عندها بيحصل الشرط ده، اللي عندها بيحصل هذا الايه الشرط انه الفيز يساوي ناقص 180 درجه. الفيز ده بنسميه جين كروس اوفر فريكوانسي. ليه؟ لان عند الفريكونسي ده انا بحسب حاجه اسمها جين مارجن. طبعا حساب الجين مارجن ده يا جماعه يتطلب ان السيستم اساسا يكون ستيبل، لان لو هو ان ستيبل مفيش معنى للجين مارجن. فهنقول بقى دلوقتي الجين مارجن معناه ايه، ان لو السيستم ستيبل اكيد الجين عند هذا الفريكونسي كومبوننت يكون اقل من واحد. طب حد يقول لي الجين بيساوي كام هنا؟ يعني ندخل كده شمال نلاقي دي مثلا ناقص كام؟ مش عارف بقى، ناقص 10 وشوية ولا ناقص 9 وشوية؟ باي سنس كده. فالكلام ده انديسيبل، يعني هيكون ناقص مثلا ناقص حاجة هنا كده انديسيبل، هتقسمها على 20 وتقول 10 أس الكلام ده يديك الجين ولا لأ؟ أكيد هيطلع أقل من واحد. خلاص، وده معناه ان السيستم يكون ستيبل. كونه اقل من واحد، قدر طلع مثلا، قدر طلع ربع مثلا، قدر طلع ربع، ده معناه ايه؟ معناه ان في الكنترول لوب، ده انا ممكن احط نيو كومبوننت من عندي. لو الكومبوننت دي ملهاش فيز شيفت، ملهاش داينامكس يعني ليها ستاتيك جين بس، يبقى how much gain how much static gain can be inserted داخل اللوب ده until reaching the instability margin. يبقى مقلوب الايه؟ مقلوب الجين ده. يبقى احنا لو عندنا الجين ده بروبا، يبقى اقدر اضيف جين لغايه 4 اللي هو مقلوب الجين ده until reaching the instability margin، يعني لغايه ما اوصل لايه للحد بتاع الانستابيليتي. يبقى الجين مارجن هنا بيعبر عن ريلاتيف استابيليتي ولا لا؟ يعني الجين مارجن هنا هتلاقيه بكام؟ حد يقول لي الجين مارجن هتلاقيه بكام؟ الجين اللي انا قدرت احسبه وعرفت ان هو اقل من واحد هقلبه، يبقى ده الجين مارجن از جين، اجيب له اللوج للاساس 10 واضرب في 20، يبقى ده الجين مارجن انديسيبل. اوكي، ولو انا برضو عرفت الجين مارجن انديسيبل، عايز اعرف الجين مارجن ده قد ايه بقى از جين، اقسم الكلام ده على 20 وارفع الكلام ده كله بعد كده الى كاس ال 10، ويبقى كده عرفت الجين از جين فعلا. اوكي، ويبقى جين مارجن بيتحسب عند الفريكونسي اللي اسمه جين كروس اوفر فريكونسي. اما الفيز مارجن لو احنا خدنا العكس بقى، ان احنا زي ما زميلك قال نشوف امتى الجين يساوي واحد، الفريكونسي كومبوننت، فاهمني؟
الفريكوانسي كومبوننت اللي عندها الدايناميك جين يساوي واحد، وعندها اشوف قد ايه فيس شيفت ناقص، قد ايه فيس شيفت ناقص لغايه ما اوصل لناقص 180 درجه دي. يبقى ده معناه ان ممكن اضيف كومبوننت في اللوب، اعمل انسرشن لكومبوننت في اللوب يعني، يكون ليها ستاتيك جين واحد ويكون ليها فيز مارجن قد ايه، سوري يكون ليها فيز شيفت قد ايه انتر ريتشنج برضو للنقطه بتاعه الانستابيليتي. عشان كده الجزء هنا المتبقي ده هو الايه، هو الجين مارجن. طب حد يقول لي احنا ليه ما حطيناش ماينس هنا، يعني ليه 101 درجه، ليه مش ناقص؟ ها فيز مارجن بالبوزيتيف. ايه فيز مارجن بالبوزيتيف ليه؟ ليه في اول مش ما ايه، عشان ايه؟ عشان احنا لسه قايلين او في بدايه كلامنا عن الفريكوانسي ريسبونس، كوني اقول ان هو فيز شيفت خلاص يبقى خدت الماينس في الحسبان معايا. يبقى قد ايه فيز شيفت نقدر ان هو يكون موجود معانا انتر ريتشنج الماينس 180؟ يعني هنا الفيز نفسه بتاع السيستم كان ماينس مثلا ايه، كان ماينس حاجه و80. انت معايا؟ تمام. لا كان ماينس كام؟ ماينس 80 مثلا، ماينس 79 صح؟ ماينس 79. يبقى قد ايه فيز نقدر نضيفه؟ هيبقى ماينس 101. بس كون اقول فيز شيفت خلاص يبقى هو 101. فهمتني؟ يعني كلمه شيفت هنا ايه معناها؟ ان النيجاتيف خلاص اتاخد في الحسبان. زي ما اقول لك نيجاتيف نمبر 3 معناه ان هو ماينس 3 صح ولا لا؟ دي معلومه يعني. اه تمام. يبقى احنا كده يعني خدنا المفاهيم بتاعت ايه، بتاعت الفريكوانسي او البوت بلوتس ومفهوم الجين مارجن الحقيقه والفيز مارجن بيعبروا عن ذا ريليتيف ستابيليتي، هاو ماتش ذا سيستم از ايه، از ستيبل صح ولا لا؟ طيب لو احنا عندنا السيستم ده، لو احنا عندنا السيستم ده لا هنا اهو، كنا بنعمل له اناليسيس بدون كنترولر، يبقى انا اقدر استخدم الفريكوانسي ريسبونس ده في الديزاين اوف بروبورشنال كنترولر ولا لا؟ يبقى انا لو اضفت بروبورشنال كنترولر كي، يبقى الكي هنا هتظهر في ايه؟ مش هتغير في الفيز شيفت صح؟ مش هتغير في الفيز شيفت، ولكن الشكل ده كله هتنقله لفوق او تنزله لايه؟ لتحت، لان انت مجرد بتضرب في ايه؟ بتضرب في جين. انديسيبل الحقيقه معناه ان انت بتجمع صح ولا لا؟ يبقى انت كل ده بتطلعه لفوق او بتنزله لتحت according to ايه؟ according to the gain. فنقدر ان احنا نعمل ديزاين للبروبورشنال كنترولر عشان يضمن لك جين مارجن ايه؟ جين مارجن محدد. وممكن نستخدمه برضو عشان نضمن ايه؟ ان هو يكون ستيبل. يبقى احنا بنشوف ماينس 180 دي، يبقى بنشوف ان احنا نحرك كل ده لتحت صح؟ انطيل ايه؟ انطيل ان احنا نكون فعلا الجزء ده اقل من واحد، او لو عايزين نضمن سيرتن جين مارجن. بس يعني دي كل الحاجات اللي احنا عايزين نقولها في الايه، في الفريكوانسي ريسبونس والروت لوكاس ابلي او الروت لوساي. وهيكون لنا لقاء يا جماعه يوم السبت الجاي ان شاء الله، بنختم بيه الكورس بموضوعات متنوعه كده، يعني 3-4 موضوعات ايه متنوعه نختم بيها الكورس ان شاء الله. فنتقابل بقى عادي خالص السبت الجاي الساعه 12:30 باذن الله. هل في حد عنده اي اسئله؟ هو دكتور حضرتك قبل ما تروح للماتلاب لما رسمت الديناميك جين في الوورد حضرتك كنت فاتحه، هو حضرتك يعني احنا رسمناه ازاي، ولا ده كان مجرد اكزامبل اللي هو هيطلع لنا كده على الماتلاب؟ ايه ده اللي هو فين مين ده؟ كان في رسمه حضرتك
كان في رسم سنين حركة كرسمه فوق بعض اللي هو الديناميك جين والفيز. ده قصدك؟ هي لسه ما جاتليش. هو ده. ايوه بالظبط. رسمناها ازاي قصدك؟ يعني قبل ما نروح للماتلاب يعني احنا تخيلنا كده. لا ده جنرال بلوت. هو انا متصور ان كل ما اوميجا تزيد كل ما الديناميك جين يقل. يعني مجرد بس بشوف اللي هيحصل لما الاوميجا تزيد يعني كتصور بس تخيل يعني. والفيس شيفت برضه هتلاقيه ان هو ايه بيقل. ايوه تمام. لا كوني اقول فيس شيفت معناه يزيد. معلش كوني حطيت كلمة شيفت معايا معناه ان هو ايه بيزيد صح؟ عشان النيجاتيف معانا. بالظبط. يعني بيزيد في النيجاتيف دايركشن يعني. اوكي خلاص نتقابل مرة جاية على خير يعني.